الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ريد ماب وكل ايقونه فيه بتعني ايه. هنبتدي الفيديو ده نعمل غربله اسواق. يعني ايه غربله اسواق؟ انا معايا منتج وعايزه اصدره، لازم اعرف الاسواق اللي انا لازم اخشها. في الفيديو ده هنوضح التارجت اللي انت تقدر تشتغل عليه. انا بشتغل على البرتقال تريد انديكيتورز، هيدخلني على كل مستوردين البرتقال في العالم بالترتيب من الاكبر للاصغر. انا هخلي الصفحه بتاعتي تبقى 300 وهصدر الداتا دي في اكسل وابتدي اشتغل عليها واعرفكم ازاي هنشتغل. عندي هنا اقدر اصدره اكسل واقدر اصدره وورد. انا هصدره اكسل. كده انا صدرته، هاخده زي ما هو كده كوبي واجي عند التوب افضل اكبر اسواق في العالم واعمل كنترول في وهمسح كل ده ديليت وهاجي هنا وكده بقى عندي اكبر دول مستورده في العالم. انا بجيب اكبر دول مستورده في العالم التوب وبعدها الديناميك اللي هي اكتر دول متفاعله وبتتفاعل وكل سنه بتزيد نمو صادراتها، وبعدها بجيب الاكتوال اللي هي الدول اللي مصر اوريدي او الدوله بتاعتك بتصدر لها. هاخد زي ما ده كده زي ما هو وهاجي في الديناميك واعمل كنترول في، هعمل فلتر وهاجي عند الانيوال فاليو والانيوال كوانتيتي. انا عايز اشتغل على الكميه مش على القيمه. القيمه السعريه ما بتبقاش فير قوي، لكن انا عايز كميات، فانا عايزه من الاكبر للاصغر. تلاقي عندي الدول اتغيرت تماما. اجي عند الاكتوال هقول لكم هنجيبه ازاي. هنرجع للتريد ميب، وهنغير اول هنا هتبقى ايجيبت، المصدرين لا انا عايزه المستوردين، هعكس دي مصر بتصدر لها نفس الحكاية. وهصدره اكسل. هاخده كوبي زي ما عملنا في التوب، هاجي في هنا كده
وكده بقى عندنا اكبر صادرات مصر للبرتقال، اكبر الدول اللي مصر بتصدر لها. هنيجي في الدول اللي هي اكبر دول في العالم، في عندي التريد بالانس، خليه لون تاني عشان ما يبقاش اوفر، ونسبة الاحتكار. انا هبتدي افلتر الدول اللي انا قدامي دي، انا هشتغل على اول 20 أو 30 دولة. الدولة اللي عندي بالموجب في التريد بالانس، يعني الدولة دي فيها فائض مش محتاجة، هحذفها. ونفس اللي عملناه في التوب هنعمله في الديناميك بالانس، ونبتدي نحذف الدول. نفس الحكاية، الكيس دي تقدر تعملها على اي منتج انت عايزه. انا ليه شغالة على البرتقال؟ اولا منتج ومصر من اكبر دول العالم في تصدير المنتجات الزراعية، انا شلت دي مش عشان خاطر المعدل نسبة الاحتكار، بس هي اصلا فيها فائض. وانا هشتغل على اول 25 دولة، تمام كده. ده في الديناميك، نيجي برضو في الفعل. وناخد اول 25 دولة كوبي، ونيجي في التارجت نحط التوب. بعدها هندخل على الديناميك وناخد برضو اول 25 دولة كوبي، بس. وبعدها ندخل على الفعلي كوبي، وبكده بقى عندنا اكبر دول في العالم مستوردة البرتقال، واكبر دول نموها بتنمو في استيراد البرتقال، واكبر دول مصر بتصدر لها البرتقال. لو انت مش من مصر تقدر تختار الدولة بتاعتك وهتغيرها، بس مكان مصر هتكتب اسم دولتك. نيجي بقى في التارجت، هنختار ازاي التارجت بتاعنا؟ ده اللي هنشتغل عليه دلوقتي. انا برتبهم من الاكبر للاصغر، يعني ايه؟ يعني انا هختار اول حاجه ليا سوق كبير ودايناميك وفعل، توب ودايناميك واكتف. عندي فرنسا في التوب، هدور على فرنسا هنا، مش موجودة، يعني فرنسا في السوق الكبير فقط. انا هاخدها كوبي بسط. عندي شاينا، هي في السوق الفعلي، في السوق هي موجودة في التلاتة هنا، هديها اللون ده
موجودة عندي في التلاتة. الموضوع ده بيطول شوية، كوبي وهنحطها في التارجت. ده اكبر سوق عندي، احنا كده هنا. طيب ندخل بعدها على المانيا، هنديها لون تاني. المانيا هي برضو سوق كبير، بس فانا هاخدها كوبي بست. نيجي بعدها على نيوزيلندا، نيوزيلندا موجودة سوق فعلي. وسوق هنا فانا هاخدها، هي عندي سوق توب واكتيوال هنا. نيجي بعد كده لهونج كونج، هونج كونج وعندي هنا هونج كونج. برضو سوق كبير. تمام ندخل بعدها على روسيا، مش موجودة، هي سوق كبير بس. كوبي. نيجي على السعودية، نديها لون اورنج. دلوقتي بعد ما خلصت ترتيب الدول بنفس الترتيب ده، هو بيطول جدا بس عايز تركيز وعايز صبر. انا ليه بلون الخانات دي؟ عشان خاطر ما اتلخبطش وابقى عارفه الدول اللي خدتها من اللي ما خدتهاش، وما لقيتش دول سوق كبير وديناميك. وده بقى التارجت بتاعي بنفس الترتيب. الترتيب الاول اللي هو ده، وده بعد كده التاني، بعد كده التالت من الأكبر للأصغر. أنا دلوقتي أقدر أشتغل على أول 14 دولة، بقيت أنا عارف أكبر أسواق وأكبر أكتر أسواق فعلية لي جوه التارجت. الفيديو الجاي كده احنا عرفنا، قدرنا نحدد ايه الدول اللي أنا أو نعمل غربلة أسواق للدول اللي أنا عايز أصدر لها. كده بقت خلصتنا نص الشغل. الفترة الجاية الفيديو الجاية هناخد تحليل التنافسية والمصفوفة، ازاي احلل المنافسين بتوعي جوه الدول المستهدفة.